في مزرعته القاحلة يسير المغربي عبد الرحيم متحسراً، وهو الذي كان يستعد سابقاً في مثل هذا الوقت من كل عام لحصاد موسم الربيع. أما الآن فالأرض جرداء ولا توجد علامات على الحياة فيها بسبب الجفاف الذي أنهك البلاد للسنة السادسة على التوالي. كنا كنديروا كل شيء، كنديروا الفول، العدس، حمص، فارينة، القمح، جلبانة، كل شيء كيجي عندنا في البلاد. كاين شي حاجة ما كنديروهاش ما كتجيش، كل شيء. دابا لا، بدات الأمراض، كيقولوا الفول ماشي راه الوتاد هادي ديك، بقينا كنتحاربوا حتى دابا ما بقى لا فول لا فولية لا عدس لا حتى حاجة، مابقاش بغات تجي. الجفاف، الشتا قليلة ديما كتصب، كانت في الأول كتجي الجبدة في الأول ديال العام ولا في الأخر ديال العام. مؤخرا صافي الجفاف، كنقولوا صمم علينا الجفاف. حال عبد الرحيم كحال آلاف المزارعين الذين تأثرت أعمالهم بسبب الجفاف، ما دفعهم لتقليص المساحات التي يزرعون فيها. ما كاينش ما كاينش بلا جبل، المياه الجوفية ما كاينش، الدولة عند أزمة ديال المياه، السدود هذه ما عندوش الفلاح كيدير. الفلاح بروحه بواحد في راسه شا يدير، ما عندو ما يدير. المغرب لا يعاني فقط من قلة تساقط الأمطار التي دمرت الأراضي الزراعية، وإنما أيضاً من جفاف سدودها، فيما اتخذت السلطات عدة تدابير لمواجهة الكارثة، من بينها تقليص نشاط الحمامات الشعبية ومحطات غسيل السيارات في عدة مدن بهدف ترشيد استهلاك المياه.